نرحب فيكم مشاهدينا من جديد، ويسرنا أن نتواصل عبر الهاتف مع دكتور محمد المقهوي، أخصائي جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وراح نتحدث معاه عن فوزه بالمركز الرابع في مسابقة مخترع العرب المقاومة في دولة قطر الشقيقة. مساك الله بالخير دكتور، وحياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مساكم الله بالنور والكرامة، يا هلا فيكم. حياك الله دكتور محمد، وبداية بارك لك فوزك بمسابقة مخترع العرب والتي أقيمت بدولة قطر الشقيقة. بداية، لمن تهدي هذا الفوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شيء أهدي هذا الفوز إلى والدنا الغالي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الشعب الكويتي وإلى أخواننا العرب اللي صراحة يعني وقفتهم ودعمهم لي خلال فترة المسابقة يعني غمرتني بالسعادة بصراحة. ولما كانوا يسمعون أن في يعني مخترع كويتي أو يعني الشعب الكويتي يسمع أن في إنجاز طالع من الكويت، يعني فرحتهم وسعادتهم ودعائهم كان جدا جدا جميل. وأنا أهديهم هذا الفوز، واتمنى يعني اني يعني نكون فرحناهم بهذا الشيء. نعم دكتور محمد، واحنا بعد فرحانين لهذا الفوز، وعشان كذي نبي نعرف تسولف لنا عن مشاركتك في المسابقه ونوع الاختراع الفائز في هذه المسابقه. نعم، يعني انا بحكم وظيفتي كطبيب اسنان يعني بشكل يومي نشوف مرضى من جميع الفئات، من كبار السن، اطفال، ذوي الاعاقه. فيعني لقينا ان هذه الفئه تحديدا قدرتها الجسديه ما تسعفها ان هي تؤدي يعني طريقه تفريش الاسنان بالشكل الصحيح. وكذلك في بعض الناس عندهم يعني عادات خاطئه في استخدام الفرشه بشكل قوي، ممكن يجرح لثته، ممكن يجرح اسنانه، او ما يقدر يوصل الى بعض المناطق في الاسنان الخلفيه لتنظيف الاسنان بالشكل الصحيح. فيعني فكرنا قلنا ليش ما نسوي جهاز اوتوماتيكي يشتغل من نفسه، ما يحتاج القدره البدنيه، يغني لنا عن القدره البدنيه. فمجرد وضع هذا الجهاز هو فرشه اسنان على شكل قالب تلبس على الاسنان، وفيها يعني موصله بوحده خارجيه مزوده بالماء والمعجون والشفاط، كبسه زر واحده لمده 20 ثانيه تقوم بعمليه التنظيف من غير استخدام اليد. فقلنا بالشكل هذا ان شاء الله يعني نقدر نساعد الناس هذه بان يهتمون بصحه اسنانهم، لان كما تدرون يعني صحه الاسنان مهمه جدا. وحتى مؤخرا واحنا الحين يعني انتم ما شاء الله بالبرنامج كنتم تتكلمون عن كوفيد 19 وكورونا، يعني صحه الاسنان تاثر على مناعه الجسم بشكل عام، فالاهتمام فيها يعني ان شاء الله تعطينا وتقينا من الامراض وتحسن صحتنا بشكل عام. صحيح دكتور محمد، دائما أي مسابقة لازم يكون فيها منافسة بين المتسابقين، شلون كانت المنافسة مع بقية المخترعين العرب في هذه المسابقة؟ طبعا يعني المسابقة هذه يعني هي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، واللي يقدمون عليها آلاف المخترعين العرب من كل الدول العربية. نعم. فأنت قاعد تنافس مخترعين لهم باع طويل، دكاترة في الجامعة، أطباء، مهندسين، وكل يعني كل واحد جاي محضر نفسه. يعني ما كانت المنافسة سهلة، ومرت بخطوات ومراحل واختبارات متعددة حتى انتهى المطاف باختيار 8 أشخاص دخلوا المعمل لينفذوا أفكارهم، ومن هذيلي الثمانية وأربعة وصلوا النهائي وتم يعني التصويت عليهم من الجمهور، والحمد لله بأصوات الجمهور أخذنا يعني المركز الرابع ولله الحمد. نعم دكتور، ذكرت أن الأعداد كانت كبيرة ومن فئات مختلفة، إيش كثر كانت فئات العمرية المشاركة في هذه المسابقة؟ طبعا هذه يعني المسابقة هي موجهة لتشجيع الشباب العربي، وحسب يعني لوائح الأمم المتحدة لتصنيف فئة الشباب يصنفونهم من عمر 18 إلين 35 سنة، وهذا هو الشيء اللي يعني متخذ في جميع الدول لما يكون في أي مشاركات شبابية. نعم. دكتور، دائما كل إنسان يتعب في شيء ويسعى له يكون عنده شعور مختلف إذا نجح في هذا الشيء اللي سعى له وتعب عليه،
لحظة سماعك خبر الفوز شلون كان شعورك؟ والله يعني شعور لا يوصف، لا يوصف يعني، لأن حسيت أن أنا بهذا الفوز قدرت يعني أفرح الناس اللي كانوا متحمسين للمشروع، والناس اللي كان ودها يعني اسم الكويت يطلع، لأن يعني لاحظت خلال الفترة هذه أن يعني الكويتيين يعني شغوفين للعلم، شغوفين للإنجازات، ويبون يشوفون شيء، وودهم أن اسم الكويت يتصدر مثل هذه المسابقات، ويكون يعني نمثل الكويت ونبين للناس أن احنا في الكويت ترى ما نصدر نفط فقط، لا، احنا اليوم أكبر من كذي، احنا اليوم قاعدين نصدر علم، وقاعدين نصدر علوم تخدم الناس وتخدم البشرية، وتقدم أجهزة طبية وحلول تساعد الناس. فهذا يعني هذا الفوز يعني كنت يعني لما سمعت الخبر كنت أشوف الناس هذه ويعني أتخيل فرحتها بهذا الإنجاز بصراحة. نعم دكتور محمد، في برنامج اسمه نجوم العلوم وتنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حدثنا عن هذا البرنامج. نعم طبعا يعني هذا هو البرنامج اللي نظم لنا هذه المسابقة، يعني هو هدفه إلى تحفيز الشباب العربي أنه ينفذ ابتكاراته. يعني احنا اليوم ما نبي بس نكون مجرد افكار نقول والله انا عندي الفكره هذه تحل لنا الموضوع هذا، لا، احنا نبي الافكار تطبق وتصبح منتجات حقيقيه تدخل الى السوق ويبتدي يستخدمها المستخدم. فهذا البرنامج هو يتيح الفرصه هذه للشباب من خلال ان انت تاتي بفكره، وهذه الفكره بمساعده فريق عمل متكامل من مهندسين، من يعني اقتصاديين، من مصممين، ان يوصلون فكرتك ويخلونها منتج حقيقي يعني يوصل السوق ويباع. نعم دكتور، شو الاهميه من المشاركه بمثل هذه المسابقات احنا نبيها على المستوى الشخصي للافراد وايضا حتى على مستوى المجتمعات؟ نعم طبعا يعني على مستوى شخصي انت تستفيد ان تحتك بخبرات، يعني تعمل، يعني انا طبيب اليوم ما عندي خبره هندسيه اني انا انفذ جهاز هندسي، فلما انت تحتك بفريق عمل فيه مهندسين ميكانيكيين وصناعيين ومصممين تبتدي تتبادل هذه الخبرات وتبتدي تتعلم كيف الفكرة ممكن تحول إلى منتج حقيقي. فيعني بالمستقبل لما أنا يكون عندي فكرة خلاص ما يعني أنت تعرف يعني التفكير سهل والواحد يفكر بحلول 24 ساعة، ليش ما نسوي كذا، ليش ما نسوي كذا، ولكن الصعوبة هي في تنفيذ هذه الأفكار. فيعني المشاركة بهذه المسابقات يعطيك هذا الاحتكاك اللي يعطيك الخبرة اللي أنت تيجي تنقلها في بلدك وفي مجتمعك وتفيد في مجتمعك. وبعدين أنت يعني أنا أحب أقول لك يعني نظرة صاحب السمو وتوجهها إلى، وأنا كنت أسمعكم تتحدثون في أول البرنامج عن تنويع مصادر الدخل، صحيح. أنا أقول لك والاستثمار البشري، وأنا أقول لك وأعلنها أن اليوم هذا ما عاد كلام، الاستثمار فعلا حصل. يعني أنا على مستوى شخصي الدولة استثمرت فيني وابتعثتني للخارج في أفضل الجامعات في الولايات المتحدة، جامعة نيويورك، ودرست وتعلمت وحصلت على الشهادات، وجيت بلدي والحين أنا بدأت أطبق وأنقل هذه الخبرات وأبتدي في مثل هذه الاختراعات أن أنا أنفذها وأشكل فريق داخل الكويت وأسوي مصنع ينتج لنا عشان نساعد أن إحنا ننوع مصادر الدخل. فالكلام ما عاد كلام ولكن أصبح واقع وابتدينا فيه فعلا، وإن شاء الله مستمرين فيه أنا وأخواني الشباب المبتكرين بإذن الله. دكتور محمد، نشوة الفوز ونبرة الحماس اللي قاعدين نسمعها في صوتك أكيد هي تدعمك لمزيد من الاختراعات في المستقبل سواء محلية أو عالمية، عندك سر كذي تحب تشاركنا فيه؟ والله شوف يعني الـ الشخص اللي يدخل مجال الابتكار ما يوقف تفكير، نعم. على طول يحاول كل ما يشوف مشكلة يحاول يلاقي لها حل، يلاقي حل، وخصوصا يعني لا تعطين شخص مفكر أو مبتكر لا تعلمين الطريق، ما راح يوقف على طول. أكيد أكيد فإحنا تعلمنا السر الحين خلاص. فأنا والله يعني يمكن لأول مرة يعني أصرح هذا الشيء، إن إحنا فعلا يعني صار لنا تقريبا 6-7 شهور في الكويت أنا وفريق العمل معاي قاعدين نصنع يعني اختراع جديد
يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية الأدوية وعلاجها. عرفت شلون؟ فاحنا اللي راح نسويه ان احنا راح نستخدم خوارزميات تأخذ معلومات يعني آلاف من المرضى وتخزنها في يعني سيرفر واحد، ومن خلال إدخال يعني مثلا احنا الحين تواجهنا مشكلة بشكل عام، يعني ان المريض مرات ينصرف لدواء ما يكون فعال، ما يشتغل علي مثل ما يشتغل على واحد غيري. فاحنا قاعدين نستخدم نجمع معلومات كل المرضى، وباستخدام الذكاء الاصطناعي راح نعطي الدواء المناسب للشخص المناسب بثواني. هذا الجهاز يساعد الدكتور في انه يوصف الدواء، يعني هو ما راح يحل محل الدكتور، ولكن يساعد الدكتور ويقترح عليه الدواء المناسب للمريض اللي موجود عنده. فان شاء الله هذه راح تكون نقله نوعيه في مجال الادويه وفي مجال صرف الادويه والصيدله. وانا يعني كلي فخر ان هذا الشيء ينطلق من الكويت. اليوم انا اقول لكم الكويت راح يعني احنا خلال مشاركاتنا الخارجيه نسمع الناس كيف يعني تتطلع الى الكويت والانجازات الكويتيه. نعم. الكويت سمعتها جدا جدا كبيره في هذا المجال. نعم. المستقبل جدا واعد والشباب جدا متحمس، واحنا مثل ما قلت لكم بدانا في العمل، لم يعد كلام فقط ولكن اصبح واقع. نعم. جميل جدا هذه المثابره وهذا الاصرار على الانجاز منك دكتور محمد، وايضا من زملائك ومن شباب الكويت وبناتها بشكل عام. كل الشكر لك، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في القادم من الايام، وهذه الهمه الجميله وهذا يعني نقول الفرحة اللي واضحة من خلال هذا الكلام وهذا الاتصال. كل شكر لك دكتور محمد المقهوي، أخصائي جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وأيضا مشاهدينا كان معنا اليوم الدكتور طلال البدالي وأيضا دكتورة بشائر الصراف. وصلنا إلى الختام، نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة بنفس الموعد. مع السلامة مشاهدينا، عين الله تحرسكم وترعاكم، إلى أن نلقاكم، مع السلامة.